عارف الابتسامة وأثرها في نفس أي إنسان ومتين إحنا مفروض علينا نبتسم وليه نحن ذاته بنبتسم بدون ما نشعر بدون ما نحس. مع الأستاذ موجود معنا مدرب التنمية البشرية أستاذ عماد الدين مكي. صباح الخير عليك. صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرف جدا في التواصل معكم في قناة طيبة في هذا الصباح الطيب والجميل مع كل المشاهدين الكرام. صباح الخير. صباح النور. إحنا تعودنا إنه نبتسم لما يكون في مناسبة سعيدة، يعني زي ما قالت انسام، يعني ما له الليلة حاسه بانه في عندنا فرحانه. ايوه، في حي جديد. ايوه، يعني دائما اتعودنا انه الفرح او الابتسامه لازم يكون في حدث سعيد عشان احنا بعدها نقوم نعكس للناس المشاعر الجميله. طبعا، لكن بالعكس تماما، الابتسامه هي اللي بتجيب الفرح، بتجيب كل حاجه سعيده يعني. لذلك لابد ان نبادر نحن بالابتسامه اولا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ابتسامتك في وجهك اخيك صدقه، فانت تتصدق يعني من الصباح لازم تدي كم صدقه كده من ناس البيت تبدا وفي الشارع الجيران والاصحاب. والابتسامه تاثيرها كبير جدا على الانسان والحاله النفسيه له. الانسان يتفهم اللي مبتسم هو ولا اللي بيشوفك مبتسم وبيبتسم لك؟ الاثنين معا طبعا. طبعا الانسان بيبادر بالابتسامه، هو التاثير اولا بيبدا منه، لكن الشخص الاخر يوجد فيه رد فعل للشخص الاخر للابتسامه، كانه يوجد انعكاس كالمراه تماما. جميل. مرات الظروف اللي حوالينا، الظروف الاقتصاديه اللي ممكن تكون ضاغطه، يعني الواحد بيلاقي غصبا عنه انه ما قادر يبتسم. ففي عوامل ممكن تكون هادمه للابتسامه، او احنا ما نقدر نحافظ بقدر الامكان على ابتسامتنا. نعم، طبعا تذكريني في قصيده للشاعر إيليا أبو ماضي، في واحد كان بيتكلم معاه وبيسأله، بيقول له أرى يعني التجهم في السماء، يقول له ابتسم فإن ابتسمت فلربما. يعني الإنسان عندما يبتسم يستطيع أن يغير كل شيء من حوله. نعم، يوجد هناك ظروف ومؤثرات كثيرة، ولكن لا مانع في الابتسامة مع رغم كل هذه الظروف وكل هذه الأشياء التي تحدث من حولنا، فالابتسامة يمكن أن تقلل من هذه الضغوطات. أكيد، وتباعاً لأنه الابتسامة ممكن تقلل من الضغوطات إذا نحن مشينا أي جهة ما عشان ما يقدموا لنا خدمة معينة. إذا أنت جيت للزول لقيته مضايق سلمت عليه صباح الخير، فأول ما يشوفك بيبتسم هو بيحس إنه في حي. أنا الليلة ذاتي حسب سعادة، يعني كله معي كده ببتسم. حيقول الزول ده ماله، فأنت بتكون عكست له أسلوب جميل وأديته ابتسامة وغيرت من مود، وقد يكون هو شغال. نعم، وممكن يشتغل لك ويعمل لك حاجتك بسرعه، يبادلك بنفس الابتسامه. طبعا، وممكن يكون خدمك عشان الابتسامه دي بس. طبعا، الابتسامه هي سر من اسرار مهارات التواصل مع المجتمع. اول شيء تبدا به لكي تتواصل مع شخص ما، يجب ان تبدا بالابتسامه، فيها هي تكسر الحاجز بينك وبين الاخرين، وبعد ذلك طبعا ياتي الاحترام والتقدير والشعور بالحب وكل هذه الاشياء، ولكن الابتسامه هي التي تكسر الحاجز الرئيسي التي تستطيع من خلاله ان تصل الى كل شيء شخص اخر. مرات الابتسامه ممكن تتفهم غلط، كيف؟ يعني انسان صباح الخير. صباح النور. انا دايره شويه الين، شفتوا الموضوع؟ شفتوا طوالي هاجمت دايره خشي في الموضوع. دي يمكن تكون بين الازواج برضه، تحيه لكم الناس اللي بتابعنا. فلما تجي الزوجه مبتسمه او ناس البيت، يعني انا جيت لوالدتي ليله بغير ماما صباح الخير عايزه شنو؟ او الازواج دائما لما المرأة يعني بيفتكروا انه وراء الابتسامه دائما طلب بيكون قاسي. نعم. ايوه، شفت هسه قلت لها صباح الخير يا بصبح عليك يا انسان. نعم، اكيد طبعا. في احد الدورات التدريبيه اقوم بتوزيع ورق صغير بوسترات، ونقول نكتب كلام ايجابي ونطلع الى الطريق الى الشارع ونعطي هذا الورق فيه كلام ايجابي الى الاشخاص ونرى ردود افعالهم. طبعا لذلك نفهم ان ردود الافعال في الطريق لكل شخص لشخص اخر مختلف جدا، ولكن عندما يعرف السبب الذي انت اعطيته هذه الابتسامه او هذا الورق الذي يوجد فيه هذا الكلام الايجابي سوف يغير مفهومه للابتسامه. ليس كل شخص يبتسم لديه دافع، لكن هناك انسان يعني نقول شخص بشوش، هذا الشخص يبتسم دائما وفي كل وقت، ولكن فهمنا للابتسامه هو الذي يغير منظورنا اتجاه الاشياء. صحيح، بنلقى بيقول لك فلان ده دائما متفائل، وتفاؤله ده هو ابتسامته دي ما بتفارقه. يعني في ناس هم في طيلة الظروف بيكونوا مبتسمين ومحافظين على ابتسامتهم وقادرين انها يوصلوها، هي لا شعوريا قد تكون خلاص ارتسمت وبقت دي سمة من سماتهم بتصفر يعني.
طبعا الإنسان يعني لحد ما يصل إلى عمر 7 سنوات يكمل أو يقوم بتكوين كل أفكاره من البيئة التي حوله من والديه. إذا كانت البيئة التي نشأ فيها هي عبارة عن بيئة إيجابية من الوالدين من الإخوة والأخوات، فهو يطلع أو يقوم ويكون شخص إيجابي، وذلك تأثير الأصدقاء والمجتمع ككل. لذلك كل ما نكون نحن في بيئة إيجابية وتوجد فيها الابتسامة منذ الصباح إلى المساء، فهنا نغير من الشعور في اتجاه الآخرين. لذلك هناك شاعر يقول أيضا في مقولة جميلة: ضاغط بي وكأنها تابوت، لكن ما يأبى الرجاء يموت. أرأيت حيا ميتا متفائلا متماسكا وله الأمان يقوت؟ هذا أنا سرقت شبابي قربتي وتنكرت لي أعين وبيوت. فرج غريب فرج غريب وال تفاؤل غادم والصابرين على الغضاء سكوت. لذلك يجب أن نكون مبتسمين بغض النظر عن الحالة أو بغض النظر عن الظروف التي حولنا. لذلك الابتسامة تصنع أشياء كثيرة ويمكن أن تغير في الآخرين، حتى إذا أنت لم تكن تستطيع أن تغير من الحالة النفسية تبعك، ولكن تستطيع أن تغير من الحالة النفسية للآخرين عن طريق الابتسامة. جميل. بنلاقي إنه الابتسامة لها سحر غريب جداً، خاصة لو يعني بيتعامل مع طفل رضيع ممكن يكون ما فاهم انت بتقول له شنو. لما تديه كلام لطيف انت بتداعبه بابتسامة، بنلاقي انه الطفل طبيعي بيبتسم معاك. ايوه، حتى الكلام ده لو كان قاسي، يعني ممكن تكون انت يعني كلامك قاسي، لكن لو بابتسامة الطفل ما بيفهم، فبيقراك من خلال تعابير وشك بنلاقي انه يبتسم معاك. ولو انت بتتكلم معه حتى قلت له يا حلو يا ظريف وانت صاري وشك، بنلاقي انه الرضيع ما بيتفاعل معنا. طبعا السلوكيات في الانسان تنقسم الى 3 مراحل. المرحله التي تتحدثين عنها هي مرحله الفطره، يعني الانسان بالفطره لديه تفاعلات مع من حوله. عندما يخرج الطفل من بطن امه يصرخ، وعندما يبتسم مع شخص يبتسم بعد عمر 4 اشهر. لذلك هذا التاثير الاول. والتاثير الثاني عندما تحدثنا عن البيئه، والتاثير الثالث هو الذي يؤثر فيه الانسان بنفسه عندما يقرا ويتعلم ويعرف فوائد الابتسامه. اذا عرفنا علميا ان الأجهزة العصبية في رأس الإنسان أو في وجه الإنسان يتحرك أكثر من 14 عصب عندما الإنسان يغضب، ولكن عندما يبتسم يتحرك فقط 17 عصب من عصبات الوجه. لذلك هنا يقول لك هذا الشخص بشوش، يتحرك فقط 17 عصب. لذلك الابتسامة لها أيضا تأثير كبير جدا على الجهاز العصبي للإنسان وكل الأجهزة التي توجد من خلاله. بنلقى احيانا يا استاذ عماد في ناس مبتسمين لكن بتحس انه ابتسامتهم دي منابعه من جواهم، يعني احساس انه زول بس داري مشيك او بيقول لك، يعني ممكن احنا نسمي الابتسامات دي انواع مختلفه، بيقول لك يا اخي والله دي من ورا قلبه الابتسامه دي، او ابتسامته مزيفه صفراء، ابتسامه مزيفه. الحاجات دي ممكن تكون ابتسامه دي ذاتها انواع احنا بنقسم؟ نعم اكيد طبعا يوجد كثير. وهل كل واحده عندها تاثير؟ نعم يوجد كثير من أنواع الابتسامات، ولكن الابتسامة الجميلة والابتسامة التي توصل للآخرين هنا هي الابتسامة التي تخرج من الداخل، ابتسامة ليس لها بوادر أو تخرج من غير أي تفكير. ولكن هناك أحيانا عندما يكون الشخص منزعج أو في وقت ضيق، عندما يجد شخص آخر يتحدث معه هو لا يريد الحديث في هذا الوقت، لذلك يعطيه ابتسامة عابرة حتى يمشي من الطريق، نعم لقد تقبلتك أو كذا. لكن الابتسامة التي هي تؤثر على الإنسان في حالته أو تؤثر على الآخرين هي الابتسامة التي تخرج من القلب إلى القلب. ممكن الواحد يتعلم الابتسامة. كثير من الناس اللي ملامح وجههم يعني بتكون ظلمان، بتلاقي انه الشخص ده طيب لكن ملامحه او المكان اللي هو موضوع فيه نعم. بتلاقي انه فارض عليه انه يكون لازم يكون صارم. فممكن يعني سؤالي لك، هل الابتسامة ممكن تكون مهارة تكتسب انه الواحد يتعلم عليها ويجرب علشان يبقى مبتسم؟ سؤال جميل جدا ورائع جدا. طبعا كل شيء في الحياة يمكن تعلمه، حتى الابتسامة. هناك مثل انجليزي يقول fake it till you make it، اي زيف الشيء حتى تصنعه. في البداية يمكن أن نتعلم الابتسامة من خلال تزييفها، ولكن مع مضي الوقت والزمن تصبح عادة. عندما تصبح عادة تصبح شيء طبيعي في الإنسان يستطيع، وهذا الشيء يمكن أن نفعله مع كل شيء آخر في الحياة. نستطيع أن نزيف في الفترة البدائية. وحتى أتذكر الدكتور إبراهيم الفقهي يقول عندما أخرج من البيت وأضرب العتبة أقول رائع. لذلك هنا عندما تقول رائع أنت تدخل الابتسامة على نفسك وتكون شخص أو إنسان متفائل جدا. احيانا يا استاذ عماد بنلقى الانسان في عز الشده حقته وبيكون عندك موقف قاسي جدا بدون ما تحسي بتلقي نفسك ابتسمتي. الحاجه دي ممكن تحصل حتى في بيت العزاء، يعني تحديدا ده اصعب موقف
ممكن يحصل للإنسان، بتجي كسرة كده من موقف أو طرفة أو حاجة بتخليك تبتسم قصبا عنك، يعني ممكن الابتسامة تكون حاضرة حتى في وقت الحزن؟ طبعا ممكن تكون الابتسامة حاضرة حتى في وقت الحزن، ولكن هذا الشيء يتطلب مجهود كبير جدا في البداية، أو عندما يصل الإنسان لمرحلة من القوة الذاتية يستطيع أن يتحكم في الأحداث وليست الأحداث هي التي تتحكم فيه، لذلك في هذا الوقت يستطيع أن يبتسم بغض النظر عن المكان الذي يوجد فيه أو الحالة النفسية التي هو فيها، أو بغض النظر عن المكان الذي يوجد فيه أو الحضور أو الآخرين، يستطيع أن يبتسم لأنها تخرج من الداخل ولا يتأثر بالظروف الخارجية. لذلك الإنسان عندما تكون لديه قوة ذاتية في نفسه يستطيع أن يكون لديه إدراك تام بالأشياء التي يفعلها وكيف تؤثر عليه، لذلك هنا يستطيع أن يفصل ما بين الأشياء التي تحدث والأشياء التي يجب أن تكون. كلامك ده ذكرني، أنا من هنا بحيي الأستاذ محمد نعيم سعد، يعني قال حكى مرة في إنه الناس اللي بتكون مخطوطة في الواجهة، المشاهير بمختلف أنواعهم، بيكون مفروض عليك إنك تبتسم في وجه أي شخص مهما كانت ظروفك. فحكى موقف أنا بتذكر إنه طالع من مشرحة لاستلام جثمان شخص عزيز عليه، ولاقوا مجموعة من الشباب من محبينه ومعجبينه، فزيك يا أستاذ إحنا بنحبك، ففي اللحظة ديك ما كان قدامه غير إنه يتصرف مع المعجبين بكل لطافة، وقال رغم الألم مسح الدموع ويبتسم وأخذوا مع بعض لقطات يعني صور للتذكار. نعم، من هنا نتعلم كيف نتعامل مع المواقف. المواقف دائما لديها اتجاهات مختلفة. إذا كنت أنت في مثلا في دورة تدريبية أو الآن وأتاك خبر مثلا خبر غير سار، خبر وفاة، كيف تستطيع أن تتعامل مع الموقف بإدراك تام وفي نفس الوقت لا تصهر الأشياء التي تحدث بداخلك؟ لذلك هنا تستطيع أن تتحكم في نفسك وتبتسم، ولكن طبعا هناك ناس يستطيعون أن يفهموا هذه الابتسامة لأن يوجد لديها تعبيرات محددة، ولكن في الشخص في حد نفسه عندما يتخلص من هذه الحالة في الوقت الحاضر يستطيع أن لا يؤثر على الآخرين ويتحكم في نفسه في نفس الوقت. لذلك هنا الابتسامة مهمة جدا، ولكن طبعا عملية الإدراك هي مهمة. عندما ندرك في الوقت الذي نحن فيه وفي المكان المحدد والأشياء التي من حولنا نستطيع أن نتحكم متى نبتسم ومتى لا نبتسم. لذلك الابتسامة ليست يجب أن تكون في كل وقت، نعم. هناك أوقات يجب أن نبتسم فيها وأوقات أخرى يجب أن نكون بصورة جادة بعض الشيء. أحيانا بنلقى إنسان قد يكون عنده ابتسامة خفيفة جدا، لكن الناس بيصفوه بيقول لك فلان ده عيونه بتبتسم، كيف نحن نقدر يعني حتى العيون ممكن تبتسم، الإنسان ممكن هو يكون طبيعي لكن شكل الابتسامة مرسوم فيه أو من داخله بتحس به فرحان؟ طبعا هناك كثير من الاتجاهات التي يستطيع أن يعبر بها الإنسان، واحدة منها هي التعبيرات الجسدية أو لغة الجسد. نستطيع أن نصير كل هذه التعبيرات مع بعض البعض، سواء كان الآي كونتاكت أو التواصل بالعين أو كان الحركات الجسدية، كل هذه مع الابتسامة تشكل منظور محدد للشخص الآخر. الابتسامة وحدها لا تكفي، إذا كنت أنا أبتسم لك ولكن لغة جسدي تعبر تعبيرات مختلفة فهنا الابتسامة تفهم بشكل مختلف، ولكن إذا كانت كل هذه الأشياء لغة الجسد، الابتسامة، نظرات العين والشعور والإحساس الذي يوصل لك الشخص منك إلى الآخر، هذا كله يؤثر مع بعضه البعض ويؤثر على الابتسامة. كوتش عماد، يمكن الابتسامة لو بتتفق معي هي الشيء الوحيد اللي قادر يصل من غير ما يكون في body language أو لغة جسد، من غير ما يكون في eye contact. يعني أنت لو بتسمع لراديو والمذيع مبتسم بتحس إنه المذيع ده مبتسم، يعني قادر أتصل حتى عبر الأثير الابتسامة، تأثيره قوي جدا. طبعا عندما يبتسم المذيع أو الشخص الذي يتحدث هذا يظهر أيضا في نبرات صوته. إذا الشخص يبتسم ويتحدث بكل فعالية وبكل حماسة يظهر للمشاهد حتى إذا كان على التلفاز، فهو يظهر بهذه الابتسامة لأن نبرات صوته تعبر عن هذه الابتسامة. ولكن عندما يكون الشخص جاد بهذه الطريقة لا تستطيع أن توصل هذه النبرات إلى الآخرين، لذلك الإنسان يتأثر جدا في النظام السمعي للإنسان بهذه النبرات وربطها مع حالة الشخص الذهنية الموجودة حاليا. كثير من الناس بيقول لك والله فلان ده ابتسامته بتجمل حتى شكله، يعني انت لما تضحك بيقول لك انت اجمل، يعني يبقى الابتسامة هي عندها تأثير على النفس وحتى تأثير ممكن يكون على الشكل.
أيوة بالفعل، يعني الابتسامة هي تجمل الشخص، لأن الإنسان ولد مبتسما. يعني عندما يصحى الإنسان من الصباح وهو يبتسم يغير أولا من حالته النفسية. هو بدون كشر بيصرخ على طول، أول حاجة بيعملها بيصرخ. هذه الابتسامة طبعا عندما نرجع النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بساما، كان بساما يبتسم مع أصدقائه. صحيح. يتحدث معهم، كان حتى بعض الأحيان يضحك. لذلك الابتسامة هي تأثير كبير جدا، الناس لا يقدرون مدى هذا التأثير. وتجد منذ الصباح الإنسان يخرج من البيت مكشر، يقول لك ابتسم. إذا قلت لشخص ابتسم يقول لك ابتسم لماذا؟ يعني لا يوجد شيء لكي يبتسم. أقول لكم من هنا يعني كل مشاهدينا، الابتسامة هي التي تصنع الأشياء، هي التي تصنع السعادة. لذلك لا يجب أن ننتظر الابتسامة أو السعادة أن تأتي إلينا من الخارج، ولكن يجب أن نعطيها نحن ونبدأ ونبادر بها. خليني نشوف أسا، أنا دايرة أقول لك أنت مبتسم ولا بتضحك؟ يعني أحيانا في زول مبتسم بتكون ابتسامة خفيفة، في زول بيضحك بقهقهات يعني، وفي ناس بيضحكوا بصوت عالي، وفي زول الفرق اللي ممكن يكون ما بين الابتسامة والضحك. يعني يقول لك أنا مبتسم، يقول لك يا سيدي أنا خفيف كده ومبتسم أنت بتضحك. أيوة طبعا الابتسامة طبعا مختلفة، يوجد ابتسامة الأسود ويوجد الابتسامة لدى لا الإنسان. لا تحسبن، أيوة لا تحسبن الكلام هذا كله. لذلك الابتسامة هي ليست مثل الضحك تماما، لأن الضحك يكون فيه أصوات، حتى نواجز الأسنان يمكن أن تصهر، ولكن في الابتسامة تكون شيء خفيف جدا يمكن أن يؤثر على الآخرين بطريقة بسيطة وبطريقة هادئة جدا. لكن في فرق معناه بين الضحكة والابتسامة؟ أكيد أكيد يوجد فرق كبير. الابتسامة هي فعلا معدية، يعني إحنا هسه مبتسمين، وأنا شايف الآن زميلنا خليل هو في الكنترول، لكن يعني أنا شايف أسنانك يا خليل ما شاء الله. فشنو يعني الابتسامة معدية؟ يعني أنت مبتسم وأنا مبتسمة وأنسام وحتى المشاهدين وحتى الكنترول، يعني أنا شايفة خليل. مرحبا خليل، بعد شوي حيكون معنا في السوشيال ميديا. طبعا الإنسان هو بنفسه عضو إيجابية بنقول على دي، يمكن أن يكون واحدة من التفكير الإيجابي. طيب. ولكن هذه طبيعة في الإنسان، الإنسان يتعادى في جزئية في البرمجة اللغوية العصبية. إذا الآن نظرنا إلى مثلا وضعية أيادينا، تلقوا وضعية أيادينا غريبة من البعض، فهذا طيب. أيضا عداء يعني في نفس الوقت. فهذه كل الأشياء يتأثر بها الإنسان في الحالة أو في الجلسة الآن، عندما تجلس مع شخص وتجده يجلس بطريقة محددة يمكن أن توصل إلى هذا الشخص، أو بطريقة التواصل الفعال إلى المطابقة، نسميها في التنمية الذاتية بطريقة المطابقة. الآن نحن نطابق مع بعض في الوضعية، في الجلوس، في الابتسامة، في النظرات، في كل هذه الأشياء. لذلك نكون نحن كالمرآة، كل شخص مرآة للشخص الآخر. قلت كلمة قبل شوية، يعني أنا لوهلة حسيت بالرعب إذا ابتسامة الأسد. يعني أنا لو شفت أسد يعني مهما كان لو يبتسم، لو يتكلم معي قال لي هايلين أنا ببتسم لك، أنا يعني حموت من الخوف. إذا رأيت أنياب الليثة يعني ابتسامة شرسة لا تحسبن أن الليثة يبتسم. أيوة هنا يعني يجب لدي يعني يكون لدينا معرفة حتى نستطيع أن نميز نوعية الابتسامات، حتى نستطيع أن نفهم سبب الابتسامة. ابتسامة مخيفة ممكن زول يبتسم لك لكن تخاف. أكيد أكيد يمكن، يعني هناك طريقة يقول لك أفضل طريقة لكي تتعامل مع العدو هو أن تبتسم له، ولكن ما هي، إذا تساءلنا ما هي نوعية هذه الابتسامة؟ من هنا تستطيع الابتسامة أن ترسل إشارات أخرى، إشارات بالتحذير أو إشارات يمكن أن نفهمها أو لا نفهمها. لذلك الابتسامة يجب أن نتحكم فيها، ما هي نوعية الابتسامة التي نستطيع أن نرسلها للشخص الآخر حتى يتفاعل معنا بصورة إيجابية. عشان كده بنلقى دائما الدكاترة والناس الشغل ممكن يكون حساس، إذا جاء مريض في دكاترة بيقدروا يتعاملوا معه ويقوم يتكلم معه كلمتين يخليه يبتسم رغم الألم. فالابتسامة هي ممكن تزيل آلام كثيرة من الناس، قد تكون آلام دي عضوية جسدية، آلام مختلفة، لكن الابتسامة هي قادر إنه تتخطى. نعم أكيد هذا موضوع مهم جدا، حتى في التعامل الأطباء مع المرضى. أول شيء عندما تستقبل المريض يجب أن تبتسم له، لا يمكن أن تأتي إلى دكتور أو طبيب وهو عابس الوجه، هو عابس الوجه لا تستطيع أن تتعامل معه، ولكن هو يكسر الحاجز بابتسامته لك، ثم بعد ذلك يستطيع أن يسألك بعض الأسئلة بطرق بسيطة جدا وبتركيز عالي حتى يشعرك بالاهتمام، لأن الابتسامة هي تشعر الشخص الآخر بالاهتمام، وبعدها يأتي الاحترام. لذلك مع بعض هذه الأشياء تكمل عملية كاملة حتى تستطيع أن تصل إلى الشخص الآخر، وبالتالي يمكن أن يقول لك كل شيء، يمكن أن يريك الحقيقة عنه. هي
تكسر حاجز الخوف يعني في نفس اللحظة. إذا أنت خايف من حاجة أول ما زول ابتسم لك بتحس إنه أنت في أمان، مهد لك لي أيوة. حتى لو كان الكلام اللي بعده ما لطيف. بالضبط كده، هي ممكن تحسسني أيضا بالأمان الابتسام. طبعا إذا يوجد ثلاثة أشرطة، شريط أحمر وأسود وشريط أزرق، نقول أن الابتسامة هي تكسر أول شريط سواء كان الأحمر أو الأزرق حتى تذهب إلى المرحلة الثانية. والمرحلة الثانية هي تأتي من الاحترام، طبعا الاحترام هو شيء مهم جدا. والشيء الثالث هو طريقة الحديث مع الشخص الآخر، لأن طريقة الحديث، الاحترام، نبرات الصوت، كل هذا يؤثر على كيفية الوصول إلى الشخص الآخر بغض النظر عن الأهداف التي تزعى أنت من أجلها. لذلك الابتسامة هي أول كاسر للحاجز. في أشخاص في حياتنا بيحاولوا يصنعوا الابتسامة حتى لو كانت يعني إحنا ما من طبعا نبتسم. تحية للمصورين، عثمان لك التحية. دايما المصور لما يجي يأخذ لك لقطات للتوثيق يعني بيحرص على إنه أنت تبتسم حتى لو يقوم يقول لك قولي تشيز أو عدس، يعني لازم أسنانك في النهاية تبين. أيوة طبعا هو شيء إيجابي، مع أنه هو شيء مصطنع ولكن في النهاية هو شيء إيجابي إذا حاول الإنسان أنه هو يبتسم. منذ قليل قلنا أن الإنسان يزيف الشيء حتى يصنعه يكون بصورة طبيعية وعادية. لذلك نقول أن الابتسامة هي شيء إيجابي عندما نبدأ به، حتى مع الأيام نستطيع أن نشعر بالابتسامة في داخلنا. ممكن من البداية عندما تبتسم وأنت في ظروف قاسية جدا تشعر بألم داخلي، ولكن عندما تعود نفسك على هذه الابتسامة تستطيع أن تزيل هذا الألم شيئا فشيئا. كيف أنا أتعلم الابتسامة؟ حاليا كل شخص بيمتلك تليفون حديث فيه كاميرا أمامية أو كاميرا سيلفي، أنا ممكن أفتح الكاميرا السيلفي وأحاول أبتسم عشان أتعود على الابتسامة إذا أنا أصلا ما من طبيعي أبتسم؟ طبعا نكشف لكم واحدة من الأسرار. إذا كان الإنسان يريد أن يتعلم الابتسامة أو تستطيع أن تكون مثلا متحدث أو كذا، أهم شيء يمكن أن يفعله الإنسان أن يتعامل مع المرأة. المرآة هي شيء مميز جدا، يمكن الإنسان أن تقف أمام المرآة وترى نفسك، ما هي تعابير وجهك، عندما تبتسم كيف تبتسم، كيف يراك الآخرون. من هذه الكيفية نستطيع أن نميز ما هي الابتسامة التي نريد أن نوصلها للآخرين. ولكن نريد ممارسة، وأوصيكم بأن نافذة الغرفة أو الباب يكون مقفول ومغلق حتى لا يراك شخص آخر. في دراسة معينة أكدت أنه الابتسامة زول المفروض يبتسم كم مرة في اليوم، في الساعة 200 تكون مبتسم، والابتسامة من الصباح ابتسامة الليل لما الإنسان يجنون بتفريق الصباح غير بالليل. طبعا في الابتسامة يوجد دراسات كبيرة جدا، ولكن من خلال التجربة أقول يعني عندما يصحى الإنسان يريد أن يغير من حالته الذهنية من الفترة الصباحية، يجب عليه أن يبتسم، أن يقول كلام متفائل لنفسه، أن يشجع نفسه. لذلك هنا نتطرق إلى عمل العقل الغير واعي، عندما نستيقظ في الصباح ونبتسم وكذا، فهذه الابتسامة ترسل إشارات إلى العقل الغير واعي، ومن هنا يستطيع العقل الغير واعي أن يعطينا بكل التجارب الجميلة، التجارب المفرحة التي نستطيع من خلالها أن نبتسم. وكذلك خلال اليوم والفترة وعند مقابلة الأصدقاء وفي العمل وكذلك، ولكن أهم شيء الابتسامة عندما نريد أن ننام، عندما تبتسم بغض النظر عن اليوم ما كان وكيف كان، ولكن عندما نستطيع أن نرجع إلى النوم ونخلد إليه يجب أن نبتسم وأن نتفاعل حتى نرسل نفس هذه الإشارات الإيجابية إلى العقل الغير واعي، وفي ذلك نستطيع أن ننوم ونحن في حالة ذهنية جيدة. جميل. أستاذ عماد وكوتش عماد مكي مدرب التنمية البشرية، شكرا، وصلنا معك للختام، كلمة أخيرة قبل ما نودعك. شكرا جزيلا لكم لهذه الاستضافة الطيبة، وأشكر جميع مشاهدينا للتواصل معهم وتقريب أجسادنا أو تقريب قلوبنا معهم، وأسأل الجميع أن يبتسموا بغض النظر عن التحديات التي تواجههم، ولا يجب علينا أن ندع العالم الخارجي يؤثر على العالم الداخلي، فبابتسامتنا نستطيع أن نرسل إشارات إيجابية إلى الجميع. الضحكات دون القروش، كل الناس حتبتسم وتلقى نحن نبتسم تبتسم ونشيل صورة سيلفي، دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تخلي الناس أيوة. تبتسم، بيقول لك أضحك عشان الصورة تطلع حلوة ونحن ابتسمنا، وأكيد الصورة حلوة ونتواصل مع كل الناس. خليكم دايما متسمين متفائلين إيجابيين في الحياة. نشوف عم الماحي، الله عمل ماحي شكله حينكت على الناس اللي ماشي تستلم معاشها، دي ممكن واحدة من الحاجات اللي تكون بتقهر الابتسامة، لكن دعوة للتفاؤل والابتسامة من خلال صباحات سيبر.